سيكاتيم، مساء الخير وشكرا لتلبية الدعوة ديالنا. سيكاتيم اهلا وسهلا واهلا بمستمعي جميع راديو مصر. سيكاتيم، بطبيعة الحال سمعنا كنا لا ديكلاراسيون ديال السي بريني لونترينور دو سيكا، بغينا نعرفوا فين وصلت الامور مع هذوك المشاغبين. وهو في كيف ما كيكون الحال بانه هذا الجمهور يعني غير تضخمت شويه الامور، لانه هاد المشجعين اللي هما دخلوا اللي طلقوا الجدار فهما ماشي محسوبين على الجمهور اللي هو كيتان فريق اولمبيك ريدا، فهادو واحد يعني فئات اللي هما قاصرين اللي طلقوا الجدار ديال المركز ديال التكوين اللي تابع للدرك الملكي. وفهاد النقطه هذه فاتصل بنا الاخ المدرب المريني ويعني اتصلنا بالدرك ومشاو لعين المكان وتبين لهم بانه هناك بعض القاصرين اللي دخلوا لوسط الملعب وبداو كيضربوا في الكواري وعيروا في المريني، ولكن من بعد ملي شافوا الدرك كاين تبعوهم هربوا طلقوا لانه ماشي دخلوا من الباب. ولكن سي كاسيم، هنا وصلنا للاعتداء الجسدي على المدرب، هنا كان محاوله الاعتداء الجسدي. لا، اعتداء جسدي كتعرف بانهم هذوك القاصرين ما كيعرفوش كيفاش يديروا، لو كان حنا من الجمهور ديالنا اللي كيسان فريق اولمبيك خريبكا اللي هو الهضبه الخضراء او الزرقاء او الاخوان كلهم يعني متعقلين كيجيو كيطالبوا بواحد الروح رياضيه، تيقول لك اودي بان هاد النتائج وبالفعل هاد النتائج راه ما عاجبها حتى شي واحد، سواء المكتب المسير ولا الجمهور ولا المدرب ولا اي واحد، فهذا يعني اي فريق تيكون عنده النتائج اللي هي بهذا الشكل هذا راه من حق الجمهور ومن حق المتفرجين ومن حق المدينه كلها كطالب يعني بالنتائج، لو كان كتكون النتيجه ما كيكونش المشكل. فلهذا حنايا من حقنا كمكتب باش يعني الحمايه الكامله للمدرب ولا اللاعبين، فما يمكنش لينا حنا يكونوا يعني واحد الاعتداء من طرف واحد الشردامه اللي هي يعني ديال واحد الاطفال اللي هما قاصرين، فربما هما عبروا بهذاك التعبير ديالهم طلقوا الجدار دخلوا كيعيروا هذا، فالمريني يعني المدرب شاف بانه دخل معاهم في واحد العيور، ولكن لو كان حنا ملي اتصلنا بالدرك مباشره لو كان تبين شي مخالفه او الضرب والجرح متبادل لا غتكون هناك شهاده طبيه، غادي يكون ذاك الدرك غادي يدير المسائل ديالو لانه غادي يقيد مخالفه وغادي يتابع يدير متابعه في حق هاد الاطفال اللي هما داروا شي مخالفه. انتم سي كاتم كمكتب مسير واش تابعتوا قضايا هاد الناس هادو؟ نعم، ديبوزيتو بلانت الدرك جا دار العين مكان، حنا عملنا عيطنا للدرك يعني كمكتب يعني عملنا المسائل اللي هي خطر دار، فمباشره من بعد تلقينا المكالمه من عند المدرب المريني مباشره اتصلنا بالدرك مشاو لعين المكان مباشره، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه في هذيك الساعه تبين بانه راهم قاطعين الدرك دابا راقين بالعمل ديالو اللي حنا متبعين يعني شي كيعبر الدرك فهم قيد العمل ديالو في انتظار نشوفوا اشنو الاسابيع المقبله شنو اللي غادي يوصل التحقيق بالنسبه للدرك الملكي، لان احنا العمل ديالنا مباشره اتصلنا بالدرك ومشاو لعين المكان شافوا عرفوا بعض الاشخاص اللي هما كيبطنوا في هذيك البلاصه اللي قريبه للمركز ومتبعين يعني شكاية، لان احنا ما يمكنش لينا نخليو سواء المدرب او اللاعبين يعني ضروري الحمايه ديالنا كمكتب. وبالنسبه للجمهور حنايا بالعكس هو كيطالب غير النتيجه وكيطالب، هو دائما كيتان بالفريق وكيشجعوا وحنا كنطلبوا من هذا المنبر من الجمهور ان شاء الله تيجي يشجع ويزان بالفريق ديالو باش يدوز بهذه المحنه، هذه المحنه غادي تدوز لان كاكب ولا هي غادي تدوز كمسائر الفرق، لانه بانه تغير واحد 70% من الفريق، فلهذا عادي حنايا كنطلبوا حنا كيف ما يكون الحال النتائج ما عاجبه حتى شي واحد مدينه بريدة، ولكن حنا ان شاء الله في المستقبل كنطلبوا باش تكون النتيجه تكون احسن وهذا هو المطلوب. الان كي داير المورال ديال لو ستاف وديال اللعابه من بعد الوقائع اللي طرات؟ لا ما كاينش مشكل، اجتمعنا معاهم واليوم كاين حصه تدريبيه ثانيه نشوف باش مع اللاعبين ومع المدرب، فلحد الساعه حتى اللاعبين تاهما في واحد المورال ديالهم مستوى عالي، هو عملنا واحد الوجبه ديال العشاء مع المدرب قبل هذاك لم يوقع حد مشكل، والحمد لله يعني كاين واحد الانسجام كاين واحد التفاهم وكاين حنا المهم هو النتيجه ان شاء الله كنطلبوا باش نجيبوا ثلاث نقاط، هذا هو بعد ما تكون النتيجه راه الغضب كله غادي يطفى ما غاديش يبقى سي نورمال، لان اي واحد راه غيور على الفريق ديالو يور على مدينه خريبكا راه من حقه باش يعبر باي طريقه. لا ماشي باي طريقه سي كاسيم، وصلنا للطريقه ديال الاعتداء الجسدي ما يمكنش، حتى الله في ديره ما يمكنش طريقه ديال الحوار
لا علاش؟ لانهم هادو قصيرين، ما يمكنش حتى القانون ما يمكنش يتابعهم، لان كتشوف واحد عنده 15 عام، واحد 14 طاقيش كي باش غير يلعب، هو واحد داخل ما يضرب الكره، ضرب الكره وهرب. هذا شنو غتسنى منه؟ لا حوار، لا سوا مع الدرك ولا احنا ولا. فاذا حنايا اللي كنتحاوروا معاه فهو الجمهور الفعال اللي كاين بكيسان اولمبيك خريبكا، وتيجي وكيطلب منا واحد الاجتماع تقول توضيح نخدم النتيجه. وحنا راه مع المدرب، ماشي ضد المدرب، ولكن حنا كنطلبوا بالطريقه ديال العمل والنتيجه. فاذا احنا من حقنا ضروري خصنا نحميو، ولا المدرب ولا احنا ما كنعاود دائما ولا اللاعبين، ولكن هاد القاصرين ما عندناش عليهم لا احنا ولا حتى الامن، حتى المتابعه القضائيه ما كتكونش يعني جيده. خاص يجيو الوالدين ديالهم، كتعرف بانه القانون ديال القاصرين ماشي واحد غير دخل الملعب باش يضرب كره وباش كيعاير ويهرب، فهمتيني؟ اذا هنا فاحنا اذا كنتحاوروا مع الجمهور الفعال اللي كيلاعب مخرج وكيجي وتيحضر واللي هو معقلو هذا هو فين كاين. فاذا حنايا حتى بالنسبه حتى المساله القانونيه، حتى هذه المتابعه في هذ القصيرين ما كيمكنش تكون، لان اذا اقتضى الحال غادي يعيطوا لوالديهم، غادي يقول لهم راه اخر مره ولا مره اخرى راه غادي نعاودوا ثاني. طيب الحصص التدريبيه سي كاسم غيبقاو مبرمجين في هذا لو سونتر هذا؟ لا باقي دائما الحصص التدريبيه، حنا ما يمكنش نغيروا ديال يعني الاستراتيجيه ديال التدريب، دائما كاينه. اليوم كاين حصه تدريبيه، غدا المسائل كما هي، ما يمكنش نغيروا في هذا. حنا غير وقع هذا مشكل، غير واحد البتي بروبليم، ما يمكنش نضخموا الامور، انا كنخليوها عاديه. وحنا اي واحد اللي خرج، لانه دابا سي كاتب كنقول بانه جرس المات كما كنقولوا، لكن ما تعرفش كاين الوقت والزمان هذا كما كنقولوا. لا شوف، حنايا راه حنا يعني متبعين جميع المسائل، حنا غاديين لا مع الجمهور ولا مع ولا مع يعني ما يمكنش اي واحد كيف ما يكون نوعي يخرج على القانون. يعني اللي خرج على القانون راه كاين، راه كاين القانون، راه كدير شكايه، غير بمجرد تمشي دير شكايه كاينه متابعه. مجرد يعني غير تحط شكايه على السيد وكيل الملك، كيعيط الامن او الدرك، كتمشي متابعه مباشره. ما بالك اذا كان هناك واحد الضرب والجرح المتبادل، وتكون واحد الشهاده الطبيه اللي كتفوق 21 يوم، راه اعتقال ما فيهش يعني وي. الا حتى كتعرف بان القانون ديال الشغف ديال الملاعب حتى هو اللي ولا في هذا القانون، غير تعير واحد اللعاب او عضو مسير او مدرب، تجيب غير شاهد كيدخل كدير شكايه كيتم الاعتقال ديالو. راه مؤخرا تم اعتقال واحد من الجمهور، ومن بعد مشى للمدرب ودار ليه ديال التنازل وخرج. اذا حنا القانون راه داير المجرى ديالو، ما كنهضروش فيه هذاك المسائل القانونيه، ولكن حنا كمكتب كيمكن لينا يعني اي حاجه اللي هي كتقيس سواء المدرب او اللاعب وكل من هو متعلق بنادي اولمبيك خريبكا، راه ضروري التدخل ديالنا مباشر. كنبغي نشكرك سي محمد كاسيم رئيس لجنه التواصل الفريق اولمبيك خريبكا، ونتمنوا انه ما يتعاودش يتكرر مثل هذه الافعال، لانه ماشي المره الاولى اللي كترى بالنسبه للفريق اولمبيك خريبكا. نعم، حنا كنتمناو باش ما هذا الشيء، لانه راه تيوقع في جميع، حنا راه كنشوفوا في جميع الفرق، ولكن كل جمهور وكيفاش كيعبر على الراي ديالو. حنا غير حاجه واحده اللي ما تكونش، من حقهم يعبروا على النتيجه، من حقهم يعبروا على اي غير، باش يكون ذاك الاتهام المباشر او الضرب او يعني هذاك اللي شويه ما بقاش معمول به حتى قانونيا. واحد الطلب اللي غتبدا تعير في واحد اللاعب لوالديه ولا تعير في المدرب كيدير واحد العمل ما توفقش في واحد المهمه، راه كاين القرار ديال المكتب اللي غادي تاخذ الاجراء ديالو، ولكن باش تبدا تعيرو يعني كتخرج على الرياضه، وكتخرج على يعني ملي كتبدا هناك السب والشتم وهذا، راه كتولي داك مباشر مع الشخص سواء كان لاعب او مدرب او مسير. ففي تلك الحاله من حق اي واحد باش يقدم شكايه. انا غير يشوف واحد اللي غادي يتهمني وغادي غير جوج شهود ولا ثلاثه كنمشي نقدم شكايه على الوكيل الملك، كيتم القانون ديالها. لهذا حنايا ما كنتمناوش بهذا الروح الرياضيه، كنتمناو جميع الاخوان يكونوا يعني يتحلوا بالصبر ويتحلوا بالروح الرياضيه الكبيره، لانه هنا كل شيء الهدف مشترك، الهدف وهو كيبغيو المكانه ديال اولمبيك خريبكا باش تبقى دائما كبيره ودائما يلعب الادوار الطلائعيه، وان شاء الله هذا راه في المستقبل راه غادي تكون الكلمه ديالو ان شاء الله. سي كاسم، استغلوا التواجد ديالكم كاخر سؤال، واش نقدروا نعتبروا مباراه امام فريق النادي القنيطري اخر فرصه للمدرب المريني؟ ويعني هو هذا راه بالنسبه هو راه كيشوف بانه يعني النتائج يعني عمل كيعمل اللي عليه، ولكن النتائج عكساته. وحنايا يعني مطالبين وعملنا مع اجتماع، يعني حنا كيخصنا لانه ما يمكنش نبقاو مستمرين في هذا الهزائم، لانه حنا خصنا النتائج وخصنا يعني النقاط. فلهذا غادي ندوز هذه المقابله
وغادي نشوفوا من بعد اشنا هي النتيجه ديالها. فراه دائما كاين هناك اجتماع من بعد المقابله، فديك الساعه راه المكتب غيتاخذ القرار اللي غادي يشوفه مناسب. طيب كنبغي نشكرك بزاف سي محمد كاسيم، رئيس لجنه التواصل فريق اولمبيك خريبكو، شكرا للتواصل ديالكم ونتمنى لكم حظ موفق بطبيعه الحال لكل مكونات فريق اولمبيك خريبكو. شكرا جزيلا سي محمد كاتيم. سيدنا ملي باقي كنشوفوا هادشي في الحصص التدريبيه، ما عرفتش شنو غتقول ملي كتشوف انه مدرب ولاعبين غاديين يترينيو وما عارفينش راسهم واش غيترينيو ترونكيل ولا غيدخلوا 15 واحد ويقول لهم ما غاترينوش اليوم. هو دائما كاين انفلاتات، فعدد كبير من الانديه عرفات هذه الظروف هذه، فعدد كبير من الانديه وعدد كبير من الفرق كانت بعض الانفلاتات في الاحتجاج من طرف الجماهير اللي دائما ما كانت تحسب لقاصرين او لناس دخلاء على الجمهور، مع العلم انه دائما هو الجمهور اللي تحتاج، ما الطريقه نوعا ما متجاوزه، ما خصهاش تكون مازال عندنا في الملاعب الوطنيه، مع العلم انه اولمبيك خريبكا الازمه اللي عنده هي ازمه نتائج فقط، لانه الا شفنا الاداء ديال الفريق فهو في تطور، تنشوفوا طريقة لعب مغايرة للطريقة اللي كان عليها الفريق هذه السنوات الأخيرة، فشفنا كذلك حتى التركيبة البشرية حتى تفات غيرات كبيرة جدا بلاعبين اللي مازال ما عندهمش التجربة الكافية، فتنظن أنه الأزمة هي فقط أزمة نتائج، ماشي أزمة ديال 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 ماشي أزمة تقنية اللي ممكن أنه تكون توصل الاحتجاجات لهذا اللي وصلت له. سي عثماني سي با نورمال، انا نشوفو غير مقبول، غير مقبوله، لان سيرتو بان هاد الوليدات بانوا مقاصرين، فهما ما يعني ما كنسميهمش مناصرين، يعني المناصر هو اللي كيدخل في يعني في نقاش مع المكتب المسير ولا مع المدرب باش، لانه من حقه. واش المكتب المسير يدون اوبليغاسيون باش انه يجلس مع الجمهور؟ هذا هو السؤال اللي كيبقى مطروح. لا باغفوا الا كان ان اوبجيكتيف وخاص المكتب المسير ولا المدرب ولا اللاعبين، حتى ان الساكنه ديال المدينه ان كيكون واحد لوبجيكتيف. هذا لوبجيكتيف بالنسبه للخريبكا معروف بان تغيرات يعني تقريبا 70% تغيرات ديال اللاعبين كلهم جداد، لوبجيكتيف معروف بان بناء فريق قوي، ان كلشي خصو يكون منخرط، يعني الانخراط خصو يكون لا مشروط، يعني باش انك تكون بهذه الطريقه، يعني كتعرف بان الفريق راه في طور البناء، ومني كتقول في طور البناء يعني خصك تصبر عليه شي شويه، يعني للامانه ان الفريق ديال اولمبيك خريبكا هاد السنه يعني كيأدي مقابلات في مستوى، اللهم ان النتائج ما كتحالفوش، فكنظن بان من حق الجمهور انه يحتج، من حق المكتب المسير انه، ولكن حتى الان انا المكتب المسير يعني ندير الخدمه ديالو، لانه صابر على المدرب ديالو، عاطيه لان كيشوف بان كاين هناك عمل. كنتمنى بان خاصها تكون بالنسبه لجميع الفرق، بان ليفالياسيون خاصها تكون اون واحد دي ماتش، ان ناخذ الثلث ديال المقابلات، كاين 30 مقابله ناخذوا على الاقل 10 ونشوفوا ديك الساعه دي ماتش ونديروا ليفالياسيون ونشوفوا بان اشنو اللي دار مزيان واشنو اللي ما دارش مزيان، واش ممكن ان هذا المدرب يمشي مع هذا الفريق الاتجاه الايجابي. الا كانت نوره دونك راه خاص يكون. اسمح لي واش كريم، عندك شي حاله انفلات كانت وقعت قبل في كره القدم الوطنيه وتمت المتابعه ديال القضية إلى الأخير بدون ما يكون تنازل؟ قلنا التحالة كل الحالات كان فيهم تنازل، إذا حتى التنازل راه تشجع باش هاد الآفة تزيد، لأنه لو القانون ياخذ المجرى ديالو إلى الآخر والمرتكب ديال هاد التفاهات هادو ياخذ الجزاء ديالو، فما تنظنش أنه الناس أخرين يقدروا يمشيو في هاد الاتجاه هذا، ولكن دائما كاين تنازلات لا من الرؤساء لا من المدربين لا من اللاعبين لا الجميع، كل شيء غير فوا تتوصل للقضاء فتشوف كاين تنازل وكاين صلح ومن بعد تتوقع حالات أخرى، وخريبكا ماشي أول مرة تتوقع في هاد الحالات. اكزاكتومون ماشي أول مرة تتوقع مع السي العجلاني وبارابون. خاص يكون سيكوريتي، يعني حتى دوك ليزاجون سيكوريتي خاصو يعني في جميع الملاعب المغربيه ان لي زونطريمون تكون هكا، لان او موا ان اللعبه كيخدموا كي في راحتهم، ان المدرب كيخدم في راحته، لان هادشي كنشوفوا في مثلا في الملاعب الاوروبيه، يعني ما كاينش ملاعب اللي كيحضر فيها الجمهور الا مثلا كتكون استفاده ديال حصه واحده، لان بحال هاد الافعال هادو هاد الاعمال الشغف هما كيحرموا جماهير اخرين انهم يمشيو يحضروا الحصص التدريبيه للفرق ديالنا، والان مش كنفهم علاش الفرق يبداو كيديروا دي سيونس ويكلو. انا كنت دائما ضد انه حصص تدريبيه يحضروا لها الجماهير، لانه انا في لاتولي ديالي في الورش ديالي فخدام خصني التركيز ديال اللاعبين كاملين، خصنا انه الامور ديالي تكون سريه، من بعد يوم المباراه فالجمهور يجي كمل العمل او التذكيره ديالو ويدخل ويتفرج في المباراه ديالو ويشجع اللاعبين، ولكن في الحصص التدريبيه فتنظن انه
التركيز تيتطلب عدم حضور الجماهير الى حصص التدريب، لانه بعض المرات حتى في المباريات الاعداديه لما تحضروا الى الجماهير فيمكن تتخسر بعض اللاعبين، لانه انت في مباريات تجريبيه فتتجرب طرق اللعب، تتجرب تتغير مراكز ديال اللاعبين، فبالتالي لما تاخذ واحد لاعب مثلا كوسط ميدان وواحد المباراه اعداديه بغيتي تجربه كمدافع ايمن فرصه ما نجحش فرصة. ما نجحش في هذاك التجربه ديالو والجمهور كاين حاضر، فهاد اللاعب هذا تحرقوا. دونك لهذا فالتدريب مباراه الوديه والمباراه الاعداديه فتنفضل انه تكون دائما ويكلو.